بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مع درس جديد من دروس شرح رواية ورش من طريق الشاطبية. نشرحها هكذا من المصحف، الحزب 21 من سورة يونس، الصفحة رقم 109، الآية رقم 7، قول الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. لقاءنا مد متصل في الإشباع، الدنيا فتح وتقليل لأنه من ذوات الياء، وطمأنوا ليس فيها شيء، يعني لا تسهيل، عنايتنا بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة. إذن على الفتح في الدنيا لأن القصر في عناياتنا، ولنا في غافلون ثلاثة العارض، نعطف بالإشباع في البدل، عنايتنا لنا في غافلون، الإشباع كذلك نعطف بالتقرير بين في الدنيا، وعليه التوسط في البدل في عنايتنا، وعليه التوسط والإشباع في المد العارض إلى السكون، نعطف بالإشباع في البدل وعليه الإشباع في المد العارض إلى السكون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مد متصل في الإشباع، مأواهم من ذوات الياء في فتح وتقليل، على الفتح في مأواهم لأن في يكسبون ثلاثة العارض، وعلى التوسط عفوا وعلى التقليل في مأواهم لأن في يكسبون توسط وإشباع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. آمنوا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، بإيمانهم بدل كذلك في الأوجه الثلاثة المعروفة، تجري ننتبه إلى التاء وإلى الجيم، تجري الأنهار نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، على قصر بدل في الموضعين لأن في النعيم ثلاثة العارض، وعلى التوسط بدل في الموضعين لأن في النعيم توسط وإشباع، وعلى إشباع البدل في الموضعين الإشباع في المد العارضي للسكون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم وجهنا فتح وتقليل، وآخر بدل في الأوجه الثلاثة، وفيه راء مضمومة قبلها كسر ترقق الراء. دعواهم نفس الشيء فتح وتقليل، دعواهم أن الحمد صلة ميم الجمع، وهو عبارة عن مد منفصل في الإشباع، على الفتح في دعواهم لنا في وآخر البدل القصر، ولنا في العارض للسكون العالمين ثلاثة العارض، نعطف بالإشباع في البدل وعليه الإشباع في المد العارض للسكون، نعطف بالتقليل بين في دعواهم في ذات الياء، وعليه التوسط في البدل وعليه التوسط والإشباع في المد العارض للسكون، نعطف بالإشباع في البدل وعليه الإشباع في المد العارض للسكون. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. استعجالهم نبتدئ بكسر الهمزة لأن ثالث الفعل مكسور. لقضي، لا ليس فيها شيء، لقضي إليهم أجلهم، صلة ميم الجمع، وهو عبارة عن مد منفصل في الإشباع. فنذروا، ننتبه إلى النون والذال حتى لا يلحقهما تفخيم. لقاءنا بدل في عفوا لقاءنا مد متصل في الإشباع. طغيانهم ننتبه حتى لا تقرأ بالتقليل، فليس فيها شيء. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. الإنسان نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، لجنبه أو قاعدة مد منفصل في الإشباع، أو قاعدا أو قائما
نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها، قائمة مد متصل في الإشباع. ننتبه إلى كلمة مرة ونشدد الراء، كأن مفصولة عن لم، فإن وقفنا نقف مر كأن، ولكن لا نبتدئ لم يدعونا إلى ضر مسه فلا يصح، فقط نقف مر كأن اختبارا أو اضطرارا. لم يدعونا إلى مد منفصل في الإشباع. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد أهلكنا، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، لما ظلموا، لام مفتوحة بعدها ظاء مفتوحة تغلظ اللام، وجاءتهم مد متصل في الإشباع. ننتبه إلى كلمة رسولهم، فيها 4 حروف متحركة بالضم، فحتى لا تسكن السين نعطي لكل حرف حقه. رسولهم ليؤمنوا، إبدال همزة خالصة. ننتبه إلى كلمة نجزي، ننتبه إلى الجيم والزاي. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ننتبه خلائف، أولا مد متصل في الإشباع، ننتبه إلى الفاء من خلائف والفاء من في، يعني فاء مفتوحة ففاء مكسورة. طبعا الفاء من حروف الهمس، إن لم ننتبه ستخفى إحدى الفاءين، فنعطي لكل فاء حقها. خلائف في الأرض، في الأرض نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. كذلك ننتبه إلى كلمة لننظر، لننظر ننتبه إلى النون، إلى اللام المكسورة وإلى النون الأولى المفتوحة، لننظر. هذا ما فتح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.